والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبة. معاكم محمد. فيديو جديد هنتكلم فيه عن ساعة جديدة من ساعات الالترا الكوبي الشبيهة بالميلي، دي ساعة ابل الترا الجديدة. بكده تكون دي الساعة التالتة الكوبي لابل الترا اللي نجربها واللي نعمل ليها ريفيو. هم معانا الساعة الدي تي الترا سبورت. الدي تي الالترا ليها كذا فيرجن وليها كذا علبه، نحاول نوفرهم كلهم تباعا عشان نعرف هل في فرق ما بينهم ولا لا، ولما هنجرب حاجه ثانيه تابعه للدي تي هنعمل منشن للي قبلها. في ساعات كتيره لساعات الابل الترا زي ما قلت لكم في اول فيديو توفر ساعات كتيره قوي، لكن احنا بنحاول دايما نوفر الحاجه الكويسه اللي هيكون فيها طفره، اللي هتكون مختلفه واللي هتقدم مواصفات مختلفه. في ساعات كتيره، في ساعات تحتين جربناها لان هي ما تستاهلش انها تتعرض، وفي ساعات شفنا ليها فيديوهات لان هي ما تستاهلش ان هي تتعرض. ساعه دي تي واحده من الساعات المميزه جدا جدا، وكعاده ساعات الدي تي بتحط بصمه كويسه جدا في السوق على مدار شغلنا. الساعات السمارت ووتش كانت الساعه دي تي بتحط بصمه كويسه جدا وكانت بتدي نتيجه كويسه ومردود كويس مع استخدام الناس. هنتكلم النهارده عن الموديل الالترا من ساعات الدي تي، فيلا بينا نخش على الجزء ده من الفيديو انبوكسنج ومحتويات العلبه. يلا بينا. هنتكلم عن محتويات العلبه وايه اللي موجود جوه علبه الساعه الدي تي الترا. طبعا احنا معانا الساعة اللي باللون الاسود، فهنتكلم او هنعمل انبوكسنج ليه محتويات العلبة للساعة النحاسي او اللون الاورنج. بتاع ساعات الدي تي مكتوب هنا اسم الشركة، هنا الترا مكتوب، هنا سبورت اسم البرنامج، الوير برو شكل الساعة مكتوب هنا. طبعا الساعة حجمها 49 ملي، وفي علب بيكون مكتوب عليها 49 لكن ما تبقاش 49، فهي بالفعل 49 ملي. هنا الومنيوم كيس سبورت باند الترا. الناحيه الثانيه علامه الاوريجينال واللون بتاع الاستراب. في الظهر طبعا الكيو ار بتاع البرنامج مكتوب هنا اهو موديل دي تي الترا. نفتح بقى العلبه، ده شكل العلبه من جوه. اول حاجه بيقابلنا هو الكتالوج اللي كل برده التفاصيل اللي عن الساعه، والكتالوج بصراحه بقى كبير جدا وفيه تفاصيل كتيره قوي تقدر تعرفها عن الساعه اللي معاك. بعد كده هنا في شهاده الضمان كده، بداوا يطلعوا شهاده ضمان كده مع الساعه. ده طبعا اللون النحاسي هنتفرج عليه سوا دلوقتي. واخر حاجه عندنا هو الشاحن الوايرلس اللي بالشكل ده. ده بالنسبه للون النحاسي اللي هو اللي بالشكل ده. طبعا اللون الاسود بيكون نفس الكلام برده نفس التفاصيل، لكن الاستراب بيكون الاستراب الاسود اللي بالشكل ده. طبعا الاستراب ده جميل قوي، ده اللي بيجي مع اللون الاسود. خلينا اوريك شكل الساعه. ادي شكل الساعه زي ما انت شايف، ده شكلها. وادي اللون السبيس جري، هو مش اسود هو سبيس جري، ودي تفاصيل اللون. ده الظهر بتاع الساعه. طبعا الظهر دي الحاجه المميزه جدا اللي هو الاستراب لوك. ما تخليش الاستراب يتحرك في الساعه، لازم انت تركه. الحاجات اللي الناس مهتميه بيها جدا، وكان بيجي لنا اسئله كتير عن موضوع الاستراب لوك كده. صراحه اللون النحاسي لون بيخطر، لون مميز قوي قوي. اللون النحاسي لون جميل جدا، اعتقد هو اللي هيبقى هو يعني اللي عليه الطلب بشكل اكبر، لكن في ناس برضو بتبقى محتاجه تشوف اللون الاسود. بقى ده اللون النحاسي اهوت، الاستراب ما بيطلعش غير لما بنضغط على الاستراب لوك اللي بالشكل ده. وزي ما انت شايف ادي بقى اللون النحاسي بالتفصيل، ده شكل اللون النحاسي. كل تفاصيل الساعه الاصليه موجوده في الساعه الكوبي، وهنشوف دلوقتي الابعاد مع بعض. يلا بينا نخش على الجزء الثاني من الفيديو نتكلم عن السوفت وير والمواصفات التقنيه. فيلا بينا. انا شخصيا بحب جدا ساعات الدي تي، يعني بلاقي ان هي دي اللي بتحل المعادله بتاعه الكواليتي والسعر الكويس في الساعات الكوبي تحديدا. يعني ساعات الدي تي احنا بنشتغل فيها بقى لنا 3 سنين، ودايما وعلى طول كنا بنلاقي الامكانيات بتاعتها كويسه جدا والمردود بتاعها كويس جدا. الاخر دايما اكتر الساعات اللي بنشتغل فيها هي ساعات الدي تي. دلوقتي احنا داخلين في 3 ايام تجربه، اعتقد الساعه مقدمه كواليتي محترمه جدا ومقدمه امكانيات ممتازه جدا جدا، افضل من اي ساعه ثانيه، افضل من كل الساعات اللي موجوده، وطبعا سعرها هيكون اعلى من كل الساعات الالترا اللي موجوده. خش على السوفت وير والمواصفات التقنيه ونتكلم عن التفصيل. فيلا بينا. بتقول ايه بقى الساعه دي تي الترا اللي معانا؟ الساعه دي تي اللي معانا جت بنفس بالظبط بالملي بالشعره، جت بنفس مقاسات وحجم الابل الاصليه. فزي ما احنا شايفين بالنسبه لطول الساعه فالساعه حجمها 49 ملي، بالنسبه لعرض الساعه فبتيجي ب 43 ملي، وبالنسبه لسمك الساعه فبتيجي بسمك 11.5 ملي. اما بالنسبه لوزن الساعه فالساعه بتيجي بوزن 48 جرام، ومع الاستراب بتاعها بيكون الوزن 68 جرام.
جرام. ده بالنسبة لأبعاد الساعة وحجمها. الشاشة طبعا من نوع الـ IPS بحجم 2 انش وطبعا فول سكرين بالكامل. بالنسبة للبطارية، في البطارية بتيجي بحجم بطارية 320 ملي أمبير، تقعد معك في الاستخدام من 3 ل 5 أيام استخدام، وفي الستاند باي ممكن تقعد لحد 20 يوم. ده بالنسبة لمواصفات الساعة التقنية. وطبعا زي ما انت شايف اهو، ده شكل الساعة، بتيجي بالملي زي ساعة أبل الأصلية. موجود برضو هنا الفتحات ديت، ودي فتحة السماعات. طبعا موجود الزرار اللي بيدخلنا على المود الرياضي مباشرة. الناحية التانية برضو عندنا السكرول اللي موجود في اللي فيه النقشة اللي باللون الأورنج دي، والزرار برضو اللي بيدخلنا على حاجة آخر تطبيقات احنا شغلناها وزي شكل قبل هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. وعندنا هنا الزرار ده بيخلينا نروح الأولوز أون ديسبلاي أو بيدخلنا على الساعة مرة تانية. زي ما أنت شايف هو ده شكل الساعة، وده الشاشة. يعتبر الساعة قريبة جدا، قريبة قوي لساعة أبل الأصلية. كمان عندنا هنا الستراب لوك، لما بندخل الستراب بتاع الساعة مش بيخرج، فيها ستراب لوك لازم نضغط بالشكل ده عشان الستراب يفك معانا. طبعا ده اوبشن من الاوبشنات المهمة جدا الناس كانت مهتمية بيها وبتدور عليها. طبعا ده بالنسبة للون السبيس جراي، زي ما احنا شايفين ده اللون السبيس جراي. طبعا هنا معانا طبعا ده اللون النحاسي المتوفر برده مع الساعة دي تي، وهيتوفر في ستور المكتبة في الاوقات الجاية ان شاء الله. نفتح بقى الساعة ونتكلم عنها التفاصيل بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها كل مرة. عندنا طبعا هنا حاجات جميلة جدا في الساعة، ان انت بتعمل لوك للخلفية، فما تغيرش الخلفية. لو سكرولت كده ما تقدرش تغير الخلفية، لازم تفك اللوك بالشكل اللي احنا نشوفه ده. نفك اللوك من هنا كده، خلاص كده نقدر ان احنا نغير الخلفية بشكل من الاشكال اللي عندنا. وطبعا البرنامج بتاع الساعة مليان خلفيات بشكل كبير جدا. لما ننزل الشاشة تحت كده عندنا البرايتنس، وعندنا الاباوت، عندنا وضع عدم ازعاج، عندنا التحكم في الساوند، وعندنا كمان شاشة فيها الويك اب. نفتح الويك اب من هنا ونقفله كده، ما نقلب الساعة، الساعة ما تنورش. ودوت لو احنا عايزين نخلي الساعة تشتغل باللمس ما تشتغلش، يعني زي نفس الاوبشن اللي كان موجود في الدي تي 3 ماكس الترا برضو. ده كده لما نقفل الساعه بالشكل ده كده، نضغط على الشاشه الساعه تنور معانا. موجود كمان هنا اوبشن الكشاف لو انت عايز تفتح الكشاف، وكمان موجود هنا مكالمه الطوارئ. موجود كمان اوبشن طارد الميه عشان لو الساعه دخل جواها ميه تعمل فيبريشن في طرد الميه من جواها. واخر حاجه عندنا هنا انك تخلي الساعه سايلنت او بصوت. بالنسبه للشورت منيو اللي بينزل من فوق لتحت، من هنا الشاشه الجانبيه بيجي لنا فيها الساعه او التاريخ والتايم، وهنا الاشعارات اللي بتجي لنا من الموبايل. طبعا اللغه العربيه شغاله بشكل كويس جدا، مفيش فيهم اي مشاكل. هتلاقي اللغه العربيه بتيجي بشكل كويس قوي. بعد كده عندنا هنا البلوتوث كول، اللي هو نشغل البلوتوث الخاص بالمكالمات. نفتح البلوتوث بالشكل دوت ونبدا نسيرش، هنلاقي اسمه واتش اوديو 4B26، وبنعمل كونكشن ونقدر نتكلم من الساعه ونرد منها. اخر حاجه عندنا اخر اربع تطبيقات احنا فتحناهم. لما نطلع فوق كده بنخش على القائمه اللي موجود منها اكتر من 10 ستايلات مختلفه، نقدر نغير منهم من خلال ان احنا نضغط ضغطتين على السكرول بالشكل ده كده، نغير شكل القائمه. لما نسايب من اليمين للشمال بنخش على الشاشات الجانبيه اللي اتضاف فيهم واللي بقى جديد في الساعه، وهو قياس درجه الحراره. قياس درجه الحراره بيقيس درجه حراره الجسم وبيديك ارقام متقاربه للحقيقي، لكن انا اعتقد ان هو لا يعتمد على قياس درجه الحراره، وهنجرب لو احنا حطيناها في الفريزر هيحصل اختلاف ولا لا. بعد كده عندنا هنا قياس درجه قياس نبض القلب، اللي مش هيقيس طول ما انت مش لابس الساعه، وبيقول لك اهوت المفروض تلبس الساعه، واول ما تلبس الساعه تديك قياس. لكن احنا كنا جربنا نفس الاوبشن ده في الدي تي 3 ماكس الترا وما كانتش بيقيس بشكل كويس. فهنجرب مره ثانيه ونشوف القياس، قياسات قبل المجهود وبعد المجهود عامله ايه. فالقياس قبل المجهود، فالساعه مديانه 91 والاكسوميتر 84 بيعلى اهوت، وهنشوف القياس هيبقى ثابت على ايه. يعني الوضع مش بعيد قوي، 89 اهوت، 86، 87، 84 عمال اهو بيقل مع بعض، والقياس عمال يتظبط نسبيا مع بعض. هي وقفت خلاص على 84 عامل فايبريشن في ايدي، والاكسوميتر دلوقتي 85. ده قبل المجهود، نشوف برده بعد المجهود الدنيا هتبقى عامله ازاي. عملنا شويه مجهود صغيرين كده، النبض رفع ل 118، وهنشوف دلوقتي النبض هيبقى عامل ايه في الساعه. طيب يعني ايه دي تاني مره اقيس كده؟ هنا المفروض النبض يرفع لفوق، يعني هنا 99 101 اهو، هنا النبض 82، نفس القياس لما كنا قبل المجهود. فبشكل عام القياس لا يعتمد عليه
فيه قياس نبضات القلب زي ما احنا شايفين كده. بعد كده عندنا هنا الويزر اختلف شكله وبقى بيجيب لك درجة الحرارة على مدار 4 أيام جايين كمان، يعني درجة الحرارة النهاردة وبكرة وبعد والسبت والحد. بعد كده واحنا عايزين نضيف حاجة تانية في القائمة، ممكن نضيف التحكم في الساوند، بيكون مهم جدا لما تحطه في الشاشة الجانبية. طيب لو دخلنا جوه الساعة ايه المختلف الجديد، يعني الحاجات المختلفة والجديدة الاخص موجودة جوه السيتنج، فهنشوف دلوقتي ايه اللي موجود في السيتنج وهنتكلم عنه. لكن عندنا الفون وعندنا المسج وعندنا الكونتاكت، والمناسبة الكونتاكت هنا او عدد الاسماء اللي ممكن تنقلها على الساعة، في الساعة اللي معانا المرة دي 200 اسم، اللي فاكر كانت ساعة الدي تي اللي كانت بتاخد 20 بس، المرة دي الساعة بتاخد 200 اسم. عندنا هنا السجل المكالمات، عندنا هنا الفتنس، الداتا الرياضية بتاعت اليوم، عندنا هنا الالعاب الرياضية المختلفة اللي ممكن تلعبها وانت لابس الساعة، عندنا هنا بقى قياس نبض القلب اللي شفناه من شوية، وعندنا هنا الايكو قياس كهربة القلب، عندنا هنا الار بي الضغط. الحاجات دي يا جماعة لا اعتمد عليها بشكل كامل يعني، لكن هي موجودة في الساعة. التحكم في الميوزك، عندنا هنا السليب مونيتور، عندنا هنا الستوب ووتش الويزر، وعندنا هنا المايك كيو ار لو انت عايز تضيف كيو ار وحد يسكان يوصل لاي حاجة كيو ار بسهولة. الجي بي اس كنا اتكلمنا عنه قبل كده، قلنا ان الجي بي اس او الجي بي اس دوت عبارة عن ان انت لما بتلعب رياضة او حاجة الساعة بتسجل الخريطة اللي انت لعبت فيها. هنا التحكم في التايم تقدر تتحكم فيه من خلال الساعة نفسها. الفويس اسيست بقى لو انت عايز تعمل سيري او جوجل توكنج من هنا. الفلاش مكالمة الطوارئ، ممكن نسجل رقم يبقى هو مكالمة الطوارئ بتاعتنا، على حسب الفايند ماي فون الموبايل بيضرب لو عملناه. بعد كده عندنا هنا التحكم في النفس، عندنا هنا المساج، عندنا هنا اوبشن الخاص بالمرأة، عندنا هنا المينيو ستايل زي ما قلت لكم موجود 11 شكل المينيو ستايل، ترمومتر قياس درجة الحرارة، عندنا هنا المؤقت. هنا في لعبتين كده ممكن تلعبهم، في لعبة البازل اللي بالشكل ده تقدر انت تلعب بتعمل اشكال كده وترتب الصور بشكل كويس، وفي كمان عندنا لعبة تقعد تضرب الحيوانات اللي هتطلع دي كده تقعد تضربهم بالشكل ده كده، لعبة برضو تقدر تلعبها وانت لابس الساعة. بعد كده عندنا السيتنج، السيتنج فيه اول حاجة اللانجوج، ثاني حاجة اختيار الخلفيات، ثالث حاجة السكرين تايم. اول حاجة ديت اللي هي اللمبة اللي بتبقى لما حاطط الساعة في الشاحن لما تكون بتشحن الساعة، فتلاقي الساعة نورت معاك بالشكل دوت. لو انت مش محتاج اقفلها لان هي بتاخد جامد جدا من البطارية طول ما هي بتشحن، ان هي مش بتفصل، فده اول اوبشن. ثاني اوبشن ده السكرين اوف اللي هو الاولوز اون ديسبلاي، في طريقتين، الطريقة اللي هي العقارب والطريقة التانية اللي هي الطريقة الرقمية اللي بالشكل ده دي الاولوز اون ديسبلاي. بعد كده عندنا برضو الاوبشن التالت اللي هو التحكم في وقت اضاءة الساعة. زي ما انتم شايفين من اول الفيديو الساعة دي ما ظلمتش لان انا فاتح ان هي تفضل طول الوقت منورة، هي ما ظلمتش والشاشة زي ما هي شغالة طول تصوير الفيديو. في تاني في السيتنج في تقدر انت تتحكم في الفايبريشن، قوة الفايبريشن تتحكم فيه من هنا، عندنا 3 مستويات لقوة الفايبريشن، عندنا هنا باور سيف مود بتفتحه وتقفله لما يقلل البرايتنس بيخلي الساعة ما تضربش ما تعملش فايبريشن، الحاجات دي كلها بيقفل الاولوز اون ديسبلاي. عندنا هنا الرنات تقدر انت تعمل رنات للساعة زي برضو الدي تي 3 تقدر تغير بين رنات الساعة. هنا برضو عندنا الباسورد لو انت عايز تعمل باسورد للساعة، واخر حاجة عندنا لو عايز تعمل اعادة ضبط مصنع للساعة. ده كده كل اللي موجود جوه السوفت وير الخاص بالساعة، القوائم اللي جوه، شكل القائمة، ايه اللي موجود في القائمة. كده احنا اتكلمنا عن كل اللي جوه الساعة بالتفصيل، نخش على ربط الساعة بالبرنامج وايه اللي هنستفاده. يلا بينا. بس ليه هي الافضل؟ يعني انا قلت ان هي افضل حاجة، بس ليه هي بقى الافضل؟ ساعات الدي تي دايما بتكون احسن في البطارية، ساعات الدي تي بتكون الاحسن في كواليتي التصنيع. يعني لما بنقدم ناخد الساعه ونعرضها او نديها الفني مثلا عشان فيها صيانه او فيها تركيب حاجه واقعه، سكرول واقع، زرار واقع، لما بيفتح الساعه بيكون كلامه ان الامكانيات والبورد وتقفيل جوه الدنيا ممتازه جدا، التصنيع كويسه جدا، بطارية هي تعتبر من احسن البطاريات اللي في الساعات، عندك برنامج ممتاز جدا، برنامج ما فيش فيه اعلانات، برنامج كل الخلفيات اللي فيه مجانيه، فبالتالي احنا بنفضل ساعات الدي تي دايما وبنتكيف. يعني بيكون في كيف كده من العميل اللي بيطلب ساعه الدي تي على فكره، يعني نتكيف، تحس ان هو حد اختار صح. نكمل الفيديو. برنامج الوير برو الخاص بساعات الدي تي عموما من البرامج الممتازه جدا زي ما قلت لكم. مؤخرا في تحديث نزل للبرنامج، ولو انت مبالغ باللغه العربيه هيكون البرنامج موضوع بسيط جدا، كل عليك تغير لغه الموبايل او تغير لغه البرنامج. انا الموضوع هيبقى بالنسبه لي ان انا اغير لغه الموبايل كله
زي ما انت شايف مجرد ما غيرنا لغه الموبايل البرنامج ظبط واشتغل بشكل كويس، وده شكل البرنامج زي ما احنا عارفين. عشان خطر في الكلام، احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن الموضوع ده. طبعا اكتر حاجه مميزه في البرنامج هو الواتش فيز، مجموعه كبيره جدا من الواتش فيز المجانيه اللي ممكن تنزلها للساعه بدون اي مصاريف او بدون فلوس، مجموعه كبيره جدا تقدر تستمتع بيهم وانت لابس ساعه. عندنا هنا اوبشن الفايند واتش، ساعه بتعمل صوت كده زي ما انت شايف. بعد كده عندك هنا الكاميرا والتحكم في الكاميرا، نقدر ان احنا ناخد لقطه للكاميرا من خلال ان احنا نضغط ضغطه بالشكل ده، تبدا تاخد لقطه للحاجه اللي انت بتصورها. تفتح بقى كل الحاجات الخاصه بالمكالمات الاس ام اس، هنا الان اف سي، هنا الابلكيشنز اللي ممكن يجي لك منها اشعارات، والبرنامج بيدعم معظم الاشعارات اللي موجوده على الجهاز او كلها. الاشعارات بتيجي بلغه عربي بشكل واضح ومميز، مفيش اي مشاكل سواء لغه عربي او لغه انجليش زي ما احنا شايفين، ومفيش اي مشاكل في موضوع اللغه بالنسبه للاشعارات. عندك هنا الهارت ريت بقى، يس نبض القلب على مدار اليوم او في وقت محدد، والايكو والكونتاكت. المميز والجديد في موضوع الكونتاكت هو ان البرنامج بيدعم او بيخليك تقدر تسجل لحد 200 اسم، تقدر تسجلهم والاسماء دي كلها تتنين على الساعه، وتقدر تتصل باي حد فيهم من على الساعه بشكل سريع. المور سيتنج هنا، اول حاجه هنا وضع عدم الازعاج، هنا لو عايزين نعمل نبه، هنا الريميندر تذكير بالجلوس، هنا التذكير بشرب الماء، واخر حاجه هنا لو انت عايز تحدد الساعه تعمل فلاش او تعمل فايبريشن او تعمل فلاش فايبريشن لما بيجي لك اي اشعار. ده بالنسبه للحاجات المهمه اللي موجوده في البرنامج. لو احنا عايزين نعمل مكالمات من على الساعه، كل عليها نخش على بلوتوث المكالمات، وفي نفس الوقت بنخش على بلوتوث الساعه، نفتح البلوتوث الخاص بالساعه بالشكل ده، اسمها واتش اوديو والرقم اللي معانا. لو نزلنا تحت كده وسيبنا الموبايل يعمل سيرش، هنلاقي واتش اوديو دي ظهرت معانا. تمام، هي ظهرت واتش اوديو 4B26. هنربط الساعه بالمكالمات. تمام، هو بيقول لنا موافق على البيرنج يعني، فتمام موافق وكده الكونكشن تم. لو احنا حابين نعمل مكالمه من على الساعه، كل اللي علينا هنخش على المكالمات بالشكل ده كده، نقدر ان احنا نعمل اي مكالمه من على الساعه، وبتروح على طول للموبايل. طبعا كالعاده يعني مفيش شحن، لكن اهي تلو كولر لقط المكالمه 858. كمان نقدر نتحكم في الساوند من على الساعه بشكل كويس جدا بدون ما الصوت يطلع من الساعه، سواء احنا لابسين ايربود او اي حاجه، مفيش اي مشكله في الموضوع ده. مثلا لو شغلنا الساوند بالشكل ده كده، فتحنا الساوند كده، تقدر ان انت اهو تتحكم من الساعة، تقدر توقف الصوت وتشغل الصوت، مفيش اي مشكلة، تجيب الساوند اللي قبل كده توقف. فنقطة تحديد في نقطة التحكم في الساوند كالعادة، ساعات الدي تي موضوع فيها ظريف يعني، وتقدر تتحكم في الساوند بشكل كويس وانت لابس ايربود بدون الصوت ما يخرج من الساعة والتفاصيل المهمة. بالنسبة لنقطة تظهر اسم متصل، ساعات الدي تي تظهر جميع الاسماء المتصلة طول ما انت رابطها بالبرنامج، بس اي حد عندك الاسم هيظهر هو رقم تليفونه. لكن لما بنكون رابطين الساعة بالمكالمات هيظهر معانا 200 اسم زي ما احنا قلنا، اي رقم انت عامل له سينك من على الموبايل حطه على الساعه، فبتاخد لحد فالساعه بتاخد لحد 200 اسم. اي حد في 200 اسم تقول له اسمه، لو رن عليك الاسم هيظهر معاك، مفيش مشكله. دي الحاجات المهمه والاساسيه اللي ممكن نتكلم عنها في ربط الساعه بالموبايل. خلينا اكلمك عن الشاشه الجانبيه، دي برده من الشاشات الجميله او الحاجات اللي شبه الشكل ابل، ودي كل الحاجات اللي انت بتفتحها من على الساعه. تقدر تشيل اي حاجه منهم زي ما انت عايز كده، شيلنا كل، تقدر تشيل منهم اي حاجه زي شاشه الموبايل كده، تمسح اللي انت ما انتش عايزه وتسيب اللي انت عايزه. من الحاجات يعني اللي تعتبر من الحاجات اللي موجوده في ساعه ابل الاصليه اللي هي الشاشه الجانبيه اللي بالشكل ده، فيها البرامج اللي انت فتحتها زي ما انت شايف كده. كان كل خلصنا كلامنا عن ربط الساعه بالموبايل، نخش على الجزء الاخير من الفيديو وهو الخلاصه. فيلا بينا. الخلاصه وراي عام عن الساعه الدي تي الترا اللي اتكلمنا عنها في الفيديو بتاعنا النهارده، واللي بنجربها بقالنا ده رابع يوم. لما صور جزء من الفيديو امبارح وقلنا بقالنا 3 ايام، لكن ده اليوم الرابع اللي نقفل بيه تجربه الساعه. بطاريه الساعه في الاستخدام كانت ممتازه جدا معايا، وما بينيش في اي مشاكل، وده الطبيعي والعادي والنورمال في ساعات الدي تي. معانا بطاريه ممتازه جدا جدا، معانا ساعه مستقره في الاتصال، ما بتفصلش معاك كونكشن، شغاله معاك تمام طول ما انت مدي الصلاحيات الكامله للبرنامج. معانا ساعه بتظهر جميع الاسماء المتصله لو انت رابط الساعه سوفت. معانا بقى الاوبشن المميز جدا، وهي 200 اسم تقدر تضيفهم على الساعه عشان تقدر تتصل بيهم من على الساعه، وطبعا ده مش موجود في اي ساعه حاليا في السوق. تقدر تضيف 200 اسم على الساعه تتكلم منهم
او لو حد كلمك الاسم بيظهر معاك بشكل كويس. سبيكر وصوت مايك ممتاز وواضح جدا، مفيش فيه اي مشكله، ومش هتقابلك اي مشاكل لو انت بتتكلم من الساعه في وقت انت مش عارف تمسك فيه الموبايل. طبعا برنامج يدعم مجموعه كبيره جدا من الخلفيات، اكتر حوالي 500 خلفيه تقدر تغير ما بينهم براحتك طول ما انت لابس الساعه. حجم ساعه تيبيكال حجم ساعه ابل الاصليه بنفس الابعاد بنسبه كبيره جدا. الساعه فيها مجموعه من الاوبشنز المميزه جدا زي الاولوز اون ديسبلاي، زي ان هي تفضل منوره طول الوقت، زي ان هي بتدعم زي ما احنا قلنا 200 اسم تقدر تسجلهم على الساعه، شويه تريكات وتفاصيل حلوه جدا هتبسطك في استخدامها في الساعه الدي تي الترا اللي اتوفرت مؤخرا في السوق المصري واللي هتنتشر الفتره الجايه. في شويه مشاكل كده في الاستيراد، لكن ان شاء الله الدنيا تتحل والناس كلها تعرف تدخل الساعات ونقدر نشتغل في الساعات بشكل افضل من الشكل الحالي. كان ان شاء الله خلصنا الريفيو الخاص بالساعه الدي تي الترا الجديده اللي معانا النهارده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه والفيديو عجبك ادينا اللايك الجميل، اعمل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد فعلا من سمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. هاني قربنا نوصل ل 40,000 سبسكرايب بفضل الله ثم بدعمكم، وان شاء الله يكون في جيف اوي حلوه جدا لما نوصل ل 40,000. اعمل سبسكرايب عشان تكون واحد من الناس المحظوظه اللي هتخش معانا جيف اوي ل 40,000. معاكم محمد في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.